يا صباح الورد، يا صباح الحب، يا صباح السعادة، يا صباحكم كل حاجة جميلة إن شاء الله، يا صباح الأمل، يا صباح التفاؤل، يا صباح أجمل 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 صباح بالدنيا كلها مع كل أهلي وحبايبي ومتابعيني وأصدقائي. يا رب كده يجعل يومكم كله سعادة وفرح وأمل، والمتضايق ربنا يفك ضيقته، التعبان ربنا يشفيه، اللي عنده حد مريض ربنا يشفيه له، اللي عنده حد مسافر ربنا يرجعه له بالسلامه ويجمعكم دايما على خير، اللي عنده دين ربنا يفك دينه يا رب ويفك كربه باذن الله. يا رب دي دعوتي ليكم كلكم لكل دي دعوتي ليكم لكل متابعيني واهلي وحبايبي. طيب انا دلوقتي هعمل معاكم شاي حليب، عشاق شاي حليب، عشاق. بصوا يعني الكلمه لوحدها تسطل، الكلمه لوحدها بصوا تظبطك كده. شاي حليب، عشاق شاي حليب. هعمل معاكم النهارده طريقتي، طبعا انا مش اول مره اعملها، انا بكام بتوعك في القناه اول ما فتحتها، بس عملها دلوقتي التاني، هعيدها بتصوير جديد وبصوره اوضح علشان المتابعين الجداد، وبما اني واقفه اعمله قلت اعمله معاكم كمان عشان في ناس طالبين مني مشروبات شتويه، فهحطه من ضمن المشروبات الشتويه باذن الله. يلا عاوزه بقى لايك 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 لايك. انا النهارده هعمل معاكم شاي حليب ازاي. عندي كده صينيه الجدر او ديت الكزارونه او اللي انت بتعملي فيها الحليب بتاعك عموما، هتجيبيها كده. وعندي مقادير ايه، عندي احتاج علبه حليب او الكارنيشن المبخر او ده ابو قوس اي نوع. انا النهارده هستعمل ابو قوس لايت، طبعا انا بعمل ايه مشروبات لايت، انت بتعمليش دايت بدليها بعلبه حليب اللي هو العادي الكامل كامل الدسم، تمام. ما عندكيش ده وما عندكيش ده انه عنده الكارنيشن او ده، يبقى هتحطي ايه، هتحطي حوالي نص لتر حليب عادي سواء خالي الدسم او كامل الدسم. اتفقنا الخطوه دي؟ انا وضحتها عشان في ناس بتقول مش موجوده عندنا في بلدنا، تمام. اهو انا هاخد حلقه تاني، هحتاج معلقتين جوز هند، وهحتاج معلقه شاي، وهنحتاج للتحليه حليب مكثف او عسل، تمام. وات ايفر النكهه اللي بتحبيها ايه هي حطيها، انا عاوزاكم تجربوا كل مشروباتكم بده، بالحليب المكثف ده اكثر من رائع، يجنن فظيعا، تمام. الميه بتاعتي معلقتين كبار جوز هند، واحد معلقتين كده بتروسين، واخليها تقعد تغلي 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 وتطلع طعم الجوز الهند ده. هيبقى كده على فكره زي ما تقولي حليب جوز هند، تقدري تضربيه في الخلاط ميه مع جوز الهند كتير، بس يكون جوز هند يعني بوله كده متروسه، تضربي 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 وتعصري تعصري تنزلي الخلاصه بتاعته. بس انا لا، انا عاوزاكم تجربوا طريقتي دي اللي هو الطعم الغني بجوز الهند كله، لما تيجي تشربيه ليه نكهه ثانيه خالص خالص، تمام. انا هنا ده بيغلي مع بعضه كده اهو، اللي حاطه الميه اوريدي سخنه، ويطلع كل نكهه الجوز الهند في الميه ويتحول لونه حليبي كده. بصوا بقى شكله حليبي من قبل ما تحطي اصلا حليب. دلوقتي هنزل بالحليب الايه الكارنيشر بتاعي او ابو القوس لايت. عايزه تحطي زعفران حطيه، عايزه تحطي درسين حطيه، عايزه اللي عايزه تحطيه حطيه، بس انا النهارده مش هحط حاجه علشان عاوزه اطلعه لكم اول مره بالطعم الاصلي تجربوه ونكهه جوز الهند. دلوقتي انا هنا هحط الشاي بتاعي، هحط المعلقه بتاعت الشاي، هو بس كده حبايب قلبي. بعد ما حطيت الشاي هحط دلوقتي بقى يا العسل او تحطي المكثف خالي الدسم، الاثنين بيبقى طعمهم تحفه تحفه تحفه. وبس كده طبعا انا حطيته بالمطارة علشان يبقى موجود طول اليوم يفضل سخن، اللي يصحى يقدر يصب منه ويشرب. اتمنى ان تعجبكم الحلقة، لايك 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 واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.